ضمن إنجازاته المتتالية حقق الطيران العماني إنجازا جديدا هاما يضاف إلى الإنجازات بفوزه بلقب شركة الطيران الأفضل في الشرق الأوسط، وذلك عن فئتي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، متقدما بذلك على بعض أكبر وأشهر شركات الطيران في المنطقة في كل فئة، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية. يأتي هذا الفوز تأكيدا للالتزام بالتميز والجودة التي يلتزم بها اسطول الطيران العماني بين شركات الطيران خلال سنة كاملة، وعلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها هذا الطيران في أوساط صناعة السفر، والتي يعكسها مستوى خدمات الضيافة الراقية التي يشرف على توفيرها أطقم خدمات جوية على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة. وتعد جوائز السفر العالمية واحدة من أرقى الجوائز التي تمنح تقديرا لمنتجات السفر والسياحة، وتسعى لاختيار وتكريم أفضل الشركات والهيئات السياحية العالمية عبر التصويت المباشر من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية لكبار الخبراء في عالم السياحة والسفر، بالإضافة إلى العاملين في مجال السياحة والفنادق والطيران. وهو الأمر الذي يعطي مصداقية كبيرة لهذه الجوائز التي وصفت من قبل وول ستريت جورنال الشهيرة بأنها جائزة قطاع السفر المكافئ لجوائز الأوسكار في المجال الفني.